السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. هنكمل مع بعض يا جماعة إن شاء الله الرينجز، وهناخد شوية حاجات ظريفة. الفيديو ده أنا هفرحك بيه لأنه مش هيكون شرح قد ما هو هيكون اختبار ليك، يعني هخليك توقف الفيديو كتير جدا عشان تجرب تعمل اللي أنا هطلبه منك. اللي احنا اتعلمناه فوق ده هو اللي احنا اتعلمناه هنا، ولو بصيت بصة هنا هتفهم المطلوب، لكن في تريكس كتيرة وتطبيقات حلوة هتشوفها في الفيديو بإذن الله. خلينا نبدأ مع بعض بأول حاجة عندنا، وكل حاجة هنطبقها على نفس السترينج ده. هقوله دلوقتي أول حاجة A to Z، عايز أجيب الحروف السمول الـ A to Z، هقوله let A to Z small، دي الحروف اللي أنا عايزها أول حاجة لتساوي. الباترن بتاعنا هيكون إزاي؟ A to Z بس كده. نحط الجلوبال فلاج عشان يجيب لي كل النتائج، وهقول له console.log بعدين الماي سترينج دوت ماتش A to Z small. جميل قوي الكلام ده. تعال نشوف مع بعض النتيجه A B C D E F، بس دي حروف السمول الموجوده عندي وزي الفل وكله تمام. طيب تعال نجيب عكسها ايه؟ هكتب هنا not A to Z small، عكسها على طول اي حاجه ما عدا ال A to Z range ده، هكتب هنا not A to Z بس كده. جاب لي بقى الاي بي جي الكابيتال، الاحرف الكابيتال، الارقام، السبيشال كاركتر، كله جابولي، بس ما جابليش الرينج اللي هو من A to Z اللي انا المفروض طلبته منه. جميل قوي. تعالوا بقى نعمل نفس القصه في الكابيتال منظره كده سريع، لان انت المفروض فهمت خلاص ومش محتاجين حاجه. ادي الكابيتال، وهنا هكتب كابيتال A to Z كابيتال، وهنا هقول له A to Z كابيتال، وهنا not A to Z كابيتال، ودول كمان خلينا كلمة كابيتال اهي A to Z كابيتال not A to Z كابيتال بالشكل ده. شوف النتيجة هنا زي ما انت شايف، الحروف الكابيتال الأول وبعد كده كله ما عدا الكابيتال اللي هو عكس المطلوب على طول. طيب احنا عرفنا موضوع الرينج ده وما عندناش فيه أي مشكلة، لكن فاضل ايه بقى الـ ABC و not ABC والكلام ده؟ أنا ممكن اطلب منه كاركترز معينه عادي جدا على فكره. ممكن اقول له هنا let a and، المفروض ما اقعدش اكتب كده، بس انا ايه c and مثلا e، a and c and e بيساوي. طالب مني ايه في الباترن ده؟ حط لك a وبعدين ال c وبعدين ال e، دي الحاجات اللي انا طالبها منك، وهقول له الجلوبال اهو. طيب كده هو بيعمل ايه؟ كده هو هيمشي على السترينج ويطلع لي بس الثلاث حروف دول، ده لو موجودين، لو في حاجه مش موجوده خلاص. تعال نشوف مع بعض. ادي الاي والسي والاي اهو، الحمد لله كله تمام وزي الفل، واللي احنا عملناه مطلوب. هقول له بقى عكسها نوت اي اند سي اند دي، وهاجي هنا اقول له نوت، واجي هنا اطبعه في الكونسول واقول له اتفضل النوت بتاعتك، وبعت نوت من فوق السطح. زي ما انت شايف جاب لي كل حاجه ما عدا الاي والسي والاي. ولو حطيت هنا الاي فلاج طبعا هتخلي الاي دي اي كابيتال كمان، ويروح شايلها لك لو انت طلبت كده. طيب لحد دلوقتي الموضوع جميل وعظيم. طبعا قلتلك وقف الفيديو وفكر في كل حاجه هقولها، انا مش محتاج كل شويه عشان بس ما اضايقش حد بتكرار الجمله، كل حاجه اطلبها منك وقف الفيديو وجرب تعملها. طيب نيجي بقى للطلب. جميل قوي، انا عايز اطلب منك هنا جميع الحروف الانجليزيه الكابيتال والسمول بس. نعمل ايه؟ هقول له هنا let letters caps and small بتساوي. ايه هو الباترن بتاعك يا صديقي؟ هتعمل ايه هنا؟ انت قلت لي ان A to Z بيجيب لي الرينج السمول، ممكن بعد على طول تقول له A to Z يجيب الكابيتال كمان بالشكل ده. تعال نشوف مع بعض. ادي الكابيتال والسمول طلعناهم اهو كله تمام وزي الفل. عايز كل حاجه ما عدا الكابيتال والسمول، يعني عايز الارقام والسبيشال كاركتر، فتعمل ايه؟ تروح حاطط هنا نوت. تعال نجربها عشان ايه محدش يزعل. هقول له هنا نمز اند سبيشالز، اقول له هنا نوت، اقول له هنا كرر لي دي، حط هنا نمز اند سبيشالز اللي هي السبيشال كاركترز. جاب لي هنا الارقام والسبيشال كاركترز، وده كلام عظيم جدا. تعالوا بقى اختبركم في حاجه جميله جدا قبل ما نقفل الفيديو. انا عايز هنا السبيشالز بس، اعمل ايه؟ السبيشالز بس ادي الباتر بتاعنا، نشوف هنعمل ايه فيه. هتقول له هنا ال A to Z وال A to Z وال 0 to 9، هتقول له هنا نوت وهنا نوت
وهنا نوت يا ترى، ولا هتقول له ايه؟ لو انت عملت كده هيحصل حاجة غريبة جدا ممكن ما تفهمهاش من اول لحظة، بس لو ركزت فيها شوية هتفهمها. تعال نشوف مع بعض. النوت دي بتعكس كل الكلام ده. هاجي هنا اقول له ادي السبيشال. انت طلبت ايه منه هنا؟ طلبت منه اي حاجة ما عدا الارقام من 0 ل 9، الليترز من اي تو زد كابيتال وسمول. يعني انت من الاخر عايز السبيشال كاركترز، ادي السبيشال كاركترز. طيب لو انا جيت هنا ورحت عامل كده ايه النتيجة المتوقعة؟ صدقني لو توقعت النتيجة انا هتبسط منك جدا جدا وهدعي لك، ولو قابلتك في يوم من الايام هديك هدية حلوة. النتيجة المتوقعة ان هو هيجيب السبيشال كاركترز كلها ما عدا ده. شايف؟ ليه؟ لان هو عكس اللي انت طلبته. انت حاطط هنا كاركتر، ولما عملت علامة النوت دي فهو لما لقى الكاركتر شاله. شفت الموضوع قد ايه ظريف؟ يا رب يا جماعة يكون الدرس بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.